أنا مالكة. أنا صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. الحمد لله كل شيء على خير. تحية لك والطاقم. بارك الله فيك. مرحبا كاملين. مرحبا بسلامك. صباحكم مبروك. بارك الله فيك. شكرا. غادي نعطيك الكيك المالح الفردي ونعطيك الدجاج. يلا. إلا بقى الحل نعطي المايونيز. يلا واخا. حتى جاوبات بلا بيض. المهم الكيك المالح عندنا جوج بيضات. عندنا شوية ديال الزيتون مخلط ما بين الأسود والأخضر الأخضر. يكون مقطع. إيه. دوائر شوية ديال الملحة. واحد ربعة الفرماجات. ونص كاس الزيت. إيه. وكاس الحليب. وجوج خمارات. والفرماج شوية الفرماج محكوك. وشوية تقريبا زيت جوج كيسان ديال الدقيق. إذا تشوف راه الكيك ديالها خصو يكون ما يكونش ثقيل بزاف ما يكونش خفيف. فعلا. كنخلط كلشي المكونات هادو وكنزيد شوية الزعتر نطحون. كنجيب الليمون الفردية كندير لهم شوية الزيت والدقيق وكنكب الخليط ديالي ما نعمرهمش بزاف باش ما يطلعوش بزاف يخرجوا لهم الليمون. صافي حتى كيطيبو وكندير لهم شوية ديال هذا سميتو شوية ديال الكونفيتير إلا بغات دير السيدات اختياري وترشهم فرماج. أييه. محكوك وتقدمهم للوليدات في ديال الدراسة. واخا. بالصحة وراحة. يعطيك الصحة. Why is she trying to stop? She's not. Why is she trying to stop?